الاسم الاول عنه ما بنتحول في الاخبار في الرياضه بكل شي فالجميل بوبجي. انا بوجه هذه الرساله عن طريق موقع بوبجه لكل من يهمه الامر ان شاء الله ويسمعها. كمان بتوجه للصليب الاحمر انه يساعدني ويروح يزور ابني ويشوفه، لانه كل ام غالي عليها ابنها. بتوجه لهم باي مواقع لهم وين ما لهم، بتوجه للصليب الاحمر انهم يساعدوني انه على ارجاع ابني ان شاء الله. انا ام احمد جمال محمود زعيف. انا بتوجه للحكومة اللبنانية وللجيش اللبناني ولحزب الله للسيد حسن نصر الله انه ياخذ بعين الاعتبار رحمي، بطلب الرحمة لابني يرجعوا لي يا سالم، لاني انا ربيت وتعبت عليه وما عنديش غيره. انا بطلب منهم كل الرحمة، ومن بتوجه لكل من يعني الامر في هذا الاشي. انا لا ماليش يعني لا إن هون ولا إن هون، أنا إن رب العالمين وحسن نصر الله والجيش اللبناني والحكومة اللبنانية. وبتوجه للشعب اللبناني إنه يأخذ بعين الاعتبار إني أنا كأم ابنها ابتكل من دولة لدولة، وأنا ربيت وأنا غالي عليه ويفتش أسره إن شاء الله وأسر كل الأولاد المسلمين. ان شاء الله رب العالمين انه الله بيرجع سالم عن طريق ان شاء الله الناس المحترمين اللي عندهم حنيه يحنوا عليه ان شاء الله رب العالمين. هو بمارس هوايته، عنده هوايه الغوص، بحب يمارس هوايته ان شاء الله رب العالمين. هو لا إلنا بالسياسه ولا إله بالجوازية ولا احنا عاملين ولا بنحب العملاء، واحنا اي شهيد بموت باي دولة عربية احنا نصير نعيط عليه. خلاص ان شاء الله انه الله بشفق عليه وبرحمه وهم بيروحوا لنا اياه. خلاص شدها كل شخص مدعو احمد جمال ضعيف، معروف لي بصوره شخصيه، بني ادم اجتماعي جدا، بني ادم هادي ملوش في السياسه ولا يتعامل مع السياسه. هذا البني ادم بمارس هواياته السبح والغوص، وبطريق الخطا على ما يبدو وصل لشواطئ لبنانيه بدون تخطيط مسبق. فلذلك الامر بدناش نعطيه اكثر من حجمه. فاحنا بنناشد طبعا كل الجهات المسؤوله في لبنان انهم يساعدونا في الافراج السريع عن المدعو احمد، ونتمنى انه هذا الشيء يتم في العاجل ان شاء الله. عندما سمعت خبر وصول احمد الى لبنان وانا اعرف هذه الاسره المنشغلة بذاتها يعني ولا علاقة لهم في الأمور السياسية ولا الفعاليات الاجتماعية سواء كانت على المستوى المحلي أو القطري، فصدمت عندما قيل في من خلال نشرات الأخبار أن هنالك شاب من عارة وصل إلى لبنان. ونعرف أن البحر قد يأخذ أناس من منطقة إلى منطقة دون إرادتهم، وهذا كما يبدو ما حصل لأحمد. أحمد شاب يعني نستطيع أن نوصل الرسائل على المستوى الرسمي ونثبت أنه لا علاقة لها في الأمور المشتبهة كما يدعون في السلطات اللبنانية، ونرجو أن يكون علاقتهم مع أحمد علاقة واقعية، علاقة من منطلق التحقيقات ليس إلا. ونناشدهم أن يأخذوا بعين الاعتبار أن هذا يعني هو عنوان خطأ، يعني هو بطريق الخطأ وصل إلى هناك. أحمد ليس الشخص الذي يقوم بدور سواء من الجانب الإسرائيلي أو من أي جانب آخر ليقوم بهذه المهمة. فرسالتنا يعني نضمها إلى طلب الأم والعائلة أن تفرج عنه السلطات اللبنانية. أنا لا أدري في أي دائرة هو موجود، ولكن
أي سلطة لها علاقة يعني نطالبها من هنا من منطقة وادي عارة من قلب عرب 48 ليفرجوا عن هذا الشاب ويعودوه إلى أمه التي تعيش معه، يعني عمليا هو الوحيد الذي يعيش بمرافقة أمه، ونأمل أن يكون هذا بأسرع وقت ممكن. كما ندعو جميع الجهات الفاعلة في المجتمع الإسرائيلي على مستوى أحزابه وأعضاء كنيسته ولجنة متابعة، ويعني كما تعلم هنالك الكثير جمعيات إنسانية حقوقية أن تأخذ دورها والعمل على إعادته سالما وبأسرع وقت. وهذه رسالة موجهة بالأصل يعني من موقع بوجة مشكورين، ومشكورين أيضا إذا كان باستطاعتكم إيصالها إلى أكثر شرائح إعلامية بقدر الإمكان لتصل إلى السلطات اللبنانية بشكل خاص أولا.